ما فهمته من كلامك بأن بيتكوفيتش ليس هو صاحب القرار في إبعاد سليماني، وإنما هناك أطراف أخرى ربما تكون أطراف مقربة من الفاف، لكن نريد سبب الإبعاد. سبب الإبعاد هو الأمر الذي أبحث عنده. أعطينا ما في جعبتك ميدو، لماذا أبعده؟ ما عنديش في جعبتي، ما أعرف ما شغل دورتها في راسي أبي بري كيفاش تجي. قلت لك واش كاين واش ما كاينش، الذي لأنه كما أعطاك مثال حي، تجيب لاعب لاعب 4 ساعة وما تجيبش لاعب لاعب منذ فيفري هو يلعب مع نادي ميشلان هكذا، ميشلان البلجيكي. صحيح أنه ناديه ما تأهلش للبلاي أوف حتى المركز الثامن، يعني انتهى الموسم بالنسبة له، لكن أو لاعب هذا ما جاش تربص في شهر ماي واللاعب توقف في شهر سبتمبر، نو. لذلك اليوم هذه خيارات، من قام به هذه الخيارات علينا احترامها وعلى اللاعبين احترامها وانتظار النتائج للتعقيب على هذه الخيارات، لأنه كان يؤثر في المجموعة مثلا، لأنه كان لاعب مؤثر في المجموعة، لأنه كان لاعب مقرب من جمال بالماضي مثلا. هذا ما تريد أن تقوله ميدو؟ لا ما أقولكش، لأنه كان قريب جدا من جمال بالماضي، لكن لأن سليماني دوبي اللاعب لا يلعب في كأس إفريقيا مؤخرا ميدو، دوبي 2012 هو في لاسيليكسيون، عنده 12 سنة في المنتخب الوطني. إذا كانت الحجة هو قربه من جمال بالماضي، لا فقد شاهدنا إسلام، لا فقد شاهدنا إسلام سليماني في بنك الاحتياط في كأس إفريقيا. تما غنغلقوا المال إلا رانا نجيبوا نحيوا لي جوار باسكو سون بروش لاك سيليكسيونور، ونحيوا لي جوار باسكو سون باسكو سارتان جوار يلعبوا في لماذا أبعد إذا؟ لماذا أبعد؟ باسكو البريزيدون تاعهم هو فلان. نحن نبحث عن سبب الإبعاد ميدو، لماذا أبعد؟ مع الوقت هو اللي يحكي، أنا شو با أون بوغ. أعطينا معليش، أعطينا رأيك. جي وقت هو يحكي ويقول ربما العفسه اللي ما عجبتنيش اكثر فهاد الشيء كاع سكو اللي يقول لك الى دوموندي بوركوا الى ايتي كارتي الى اوري دو بوتاتر سو روتونير ويقعد باسكو كاين لاعبين ايضا قبلوا في اجيال سابقه ابعدوا. ونعطيك مثال فقط، كريم زياني لما ابعد من المنتخب الوطني سابقا كان بزاف لاعبين سي سا الفوت، سي سا الفوت سي ان موند انغرا، لانغراتيتود الي سانغوليير في الفوتبول، النكران والجحود هو سمه كره القدم في العالم كاع. لذلك ليس هو اللاعب الوحيد اللي يقدم كل شيء وربما يخرج من الباب الضيق، هناك الكثير من اللاعبين سبقوه، لكن ابعاده راح يجي نهار وتبان الحقيقه لماذا ابعد من المنتخب الوطني. محمد نهضر لك انا من ناحيه تقنيه، هذه دوره وديه، مدرب جديد ناخب جديد لازم يوقف على كل كبيره وصغيره، لازم يشوف لاعبين جدد، لازم يشوف لاعبين اخرين. اسلام سليماني الكل يعرفه، انا وجهه النظر تاعي محمد، لان اسلام سليماني نفهمه علاش حاب يجي، يقول لك مباراه وديه نزيد نطلع في الراسي تاعي تاع الاهداف، نزيد يعني نكتب التاريخ، هذا شيء جد مميز، لانك تلعب مباريات وديه ودوليه هذا شيء جد مهم بالنسبه لاسلام سليماني. لكن المدرب قالت هاني باللي الستاج الاول مهم جدا لانه بريز دو كونتاكت مع اللاعبين، قال يعني قمت باستقدام، قال قمت باستدعاء لاعبين مصابين باش نتحدث معاهم باش تشوف باللي التربص الاول مهم جدا، كان قادر يعيط لهم باش يهضر معاه. فهاد النقطه كي قلت انت هو قالها المدرب وقالها، قال التربص الاول مهم جدا، انا فضلت نستدعي لاعبين مصابين يكونوا معايا باش هكذا نشوفهم ونهضر معاهم. شكون هما اللاعبين المصابين؟ هو قال كاين لاعبين راهم مصابين. بوداوي عوار تحدث على لاعبين. لا هادو ما هادو سعيد بن رحمه، سعيد بن رحمه عاد من الاصابه. هادو لاعبين في صغر سنه اللي راهو يخدم في تقويه العضلات هو بوداوي مع بن ناصر. عندهم بعض المشاكل يعطيك صح مشاكل صحيه صغيره، لكن انا وجهه نظري اسلام سليماني لاعب غني عن تعريف المنتخب الوطني، المنتخب الوطني اعطى الكثير لاسلام سليماني، دائما اسلام سليماني لما ما يمرش بفترات جيده في النوادي اللي مر عليها دائما يكون عنده المنتخب الوطني ترومبلا، دائما يكون يعني من بين القائمه ودائما يعاود يولي من بعيد بفضل المنتخب الوطني، بفضل المنتخب الوطني على اسلام سليماني جد كبير، لازم ما ينساش هذا الشيء اسلام، وراو يعرفوا هذا الشيء اسلام. لكن باش تقول لي يعني عدم استدعاء اسلام سليماني عنده مشكل، اظن لا يوجد هناك مشكل، هو امضى حديثا مع فريقه في بلجيكا، الان راك تقول نهايه الموسم بالنسبه له، ربما لما كانت نهايه موسم بالنسبه له كان حايب تكون عنده مباريات في الارجل في المباريات الوديه هذه، لكن هذه هي لازم اسلام سليماني يحترم. اسلام سليماني
دائما كان منضبط في المنتخب الوطني، دائما ما يشكلش يعني المشاكل في المنتخب الوطني على مرور عدة سنوات. تلعب انت 12 سنة في منتخب وطني ما يكونوش عندك مشاكل وما يكونوش عندك أمور يعني خارج نطاق الكرة، هذا شيء جد مهم بالنسبة لإسلام. إسلام يحب المنتخب الوطني، لكن هناك قرارات للناخب الوطني الجديد، هناك قرارات للطاقم الفني الجديد، لازم إسلام سليماني يحترمها، وفضله كبير على المنتخب الوطني إسلام. نعم، إسلام يريد المواصلة لنهاية كأس أفريقيا القادمة، ربما إلى نهاية كأس العالم، يريد أن يصنع التاريخ مع المنتخب، يريد تسجيل أرقام جديدة، يريد تسجيل أهداف وإفراح الشعب الجزائري. وهناك أمر آخر، هل لدينا من يخلف إسلام بعد رحيله؟ هل لدينا قلب هجوم قناص في مستوى إسلام؟ في المرحلة الماضية بنجح سليماني، سليماني بنجح، هل يوجد من ينافسهما الآن؟ طبيعة الحال نظن أنه أعود فقط للوراء، بشوف أنه في كرة القدم صابا دون لي ديسونس يعني بطريقة طريفيت. نعم، لأنه في 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 وقت من الأوقات كان بونجاح هو اللي كان يتحدثوا عليه الجمهور، يقول لك بونجاح لا يقدم شيء الكثير، ولكن بعد كأس أفريقيا الأخيرة الآن أصبح بونجاح هو الرقم واحد. نعم، والآن سليماني رقم اثنين. تشوف في كرة القدم الأمور تتحرك بسرعة كبيرة. الآن فيما يخص سؤالك، نظن أنه مثلا لاعب مثل منصف بكرار عنده الفرصة الآن لفرض إمكانياته وإظهار إمكانياته، ولو أنه يلعب في بطولة مختلفة تماما على الكرة الإفريقية. هو خرج مدرسة وفاق سطيف، بعدها تنقل للدوري السلوفيني، دوري الكرواتي. نعم، كرواتي في موسم واحد انتقل الأمالاس. هذا الموسم يعني يقدم في مستوى يقال جيدا، أنا لم أشاهد لاعب، ولكن الآن فرصة أمامه هذا اللاعب الشاب لو يعتمد عليه المدرب، لأنه شاهدنا في أوقات سابقة مدرب جديد عندما يأتي تلقاه دائما يعتمد على ثلث عناصر جديدة ويعطي لها الفرصة اللازمة باش يعني تبرز وتظهر إمكانياتها. قد يكون هذا مع هذا اللاعب منصف بكرار. تتوقعون عودة إسلام مستقبلا أم أن الأمر قد انتهى له بالنسبة له في المنتخب الوطني؟ أنا أتوقع العودة العودة، لأن ما عدناش محمد، ما عدناش رأس حربة، ما عدناش الكثير من رؤوس الحربة، إلا إذا كان بكرار هذا في مستوى جد عالي، بنجح يقعد في مستوى عالي، يقدر هنا تكون مشكل المنافسة. ما عندناش حوسي، ما نقدروش نجيبوا البطوله الوطنيه للاعبين مهاجمين نعطيهم فرصه في المنتخب مثل ما فعل علي لوزيز. اسلام سليماني منين جبناه؟ من ريال مدريد. منين جبناه؟ جبناه من البطوله الوطنيه. لكن شوفوا السقساني وكان هنا، اسمعني انا معاك حسين، هنا في الجزائر كانوا حاقرينو اسلام سليماني، حتى في الفريق تاعو شباب الوزداد وكانوا حاقرينو، ما كانوش عاطين له القيمه تاع اسلام سليماني الحقيقيه. بعدها جا علي لوزيز، شافوا عجبوا، شاف باللي هذا اللاعب يقدر يجي منه في المنتخب الوطني الجزائري رفقه سوداني، هلال سوداني، جابهم المنتخب الوطني الجزائري. بعدها شاهدنا شيء اخر مختلف تماما، شاهدنا اسلام سليماني قناص، شاهدنا هلال سوداني ايضا قناص، كانوا هما يتداولوا على تسجيل الاهداف في المنتخب الوطني الجزائري، وكان تقارب شديد جدا في الارقام. بعدها استبعد اسلام هلال سوداني. تتوقع عودته امين؟ تتوقع عودته او لا؟ ممكن جدا محمد، كرة القدم كما قال لك كل شيء ممكن. نعم، محمد غدوة ما تمشيلوش الأمور مليح مع الناخب الوطني، وإسلام سليماني يكون متألق في الدوري البلجيكي، بكل تأكيد راح يعاود يرجعوا للمنتخب الوطني الجزائري. الآن شوف مع ميدو ربما عنده رأي آخر.